لا وزالت الخلافة. اسمع الآن الكلام إيه المبكي، إيش يقول رشيد رضا رحمة الله عليه. من ثم قال أحد علماء الألمان المتعصبين لجنسيتهم: إنه ينبغي لنا، يعني الألمان، أن نقيم لمعاوية تمثالا من الذهب في أعظم ساحة من عاصمتنا برلين. افهم كيف المستشرقون الأجانب فهموا من هو معاوية، أقسم بالله فهموا من هو معاوية أحسن منا، وعرفوا تماما يده البيضاء على إيه؟ على الغرب، لأنه هو الذي خص الإسلام وأطفأ نوره. فأخ ناس أذكياء، إحنا ما في شيء، هبلان، جماعة هبلان. إيش يقول؟ في أعظم ساحة من عاصمتنا برلين، وينبغي مثل ذلك لجميع شعوب أوروبا، في كل عاصمة تعمل تمثال من ذهب لمعاوية. لا ما ذكرش رشيد رضا، ما ذكرش لكن هذا أيام وأكيد كتبته الجرائد وكذا، واحتج به عاد رشيد رضا. إذ لولاه، لولا معاوية، لكانت هذه الشعوب كلها، يعني الأوروبية عربية، تدين بالإسلام. غرب يفهمون ما الذي حصل، أمتك لا تحب أن تفهم، لا تحب. إيش نعمل؟ وبين ذلك بعد هذا المستشرق، بين ذلك بنحو ما قلناه آنفا، إلى آخر الكلام. تفضل، عشان تعرف مدى جناية معاوية. هم شايفينها شغلة عادية، يعني إيش أخذ الحكم بأي طريقة وتسبب في قتل 70,000 صفين ولا أكثر ولا أقل، ما يهمش الأرقام، وبعدين خلاها لابنه من بعده، إيش يعني، عاد اجتهد فأخطأ ورضي الله عنه وارضاه. اجتهد فأخطأ، ناس تنظر تحت رجليها ولا حتى لا نظر لها،